ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن رأيي وتجربتي مع منتجات شركة ذا اوردينري. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن كل المنتجات اللي انا جربتها من عندهم، ايه اللي عجبني من عندهم وايه اللي ما عجبنيش. واول حاجة جربتها من عندهم هو سيرم الهيالورونيك اسيد من عندهم، يمكن تعتبر اول حاجة انا جربتها من عندهم، وكان سعره 6 أو 7 دولار بالكتير. لو ليكم حد برا مصر ممكن يجيب لكم المنتجات دي، اسعارها برا مصر رخيصة جدا، بس هو سعره في مصر بيتراوح بين 300 و 350 كيزو 2%. وفي نوعين من الهيالورونيك اسيد، الصوديوم هيرونيتي جزيئاته صغيرة، وفي نوع اللي جزيئاته كبيرة عشان يديكي كمان ترطيب خارجي. تجربتي معاه بصراحة ما حبيتهوش، انا عارفة ان في ناس كتير جربته وحبته، بس انا عن نفسي ما حبيتهوش، كان تقيل على بشرتي. انا بشرتي مختلطة واوقات في الصيف بتميل للدهنية، كان تقيل شوية على البشرة. حسيت ان في حاجات جربتها احسن منه. يمكن عجبني اكتر سيرم الزافيكا الكوري، وده بيكون شكله وكلمتكم كتير عنه قبل كده، عشان في الصوديوم هيرونيت بس، وكمان في نياسينامايد تاني مكون، فجاية بتركيز حلو وخفيف على البشرة، فحسيت ان الافكت بتاعه احسن وامتصاصه كمان احسن، وبتاخدي فايدة النياسينامايد. بس هو ما كانش وحش، بس بصراحة بالنسبة لبشرتي ما كانش مناسب ليها. في بنات كتير جربته وعجبها، وفي بنات جربته وما كانش احسن حاجة معاها. انا عن نفسي ما حبيتهوش قوي. في بنات كتير بتسألني طب هو احسن ولا سيرم اوز ناتشورال، يعني لو هقارن بين الهيالورونيك اسيد من ذا اوردينري او اوز ناتشورال، انا حبيت ذا اوردينري اكتر من اوز ناتشورال. واللي جربته بعد كده من عندهم وبرضه سعره بين 6 و 7 دولار، وهو النياسينامايد 10% وزنك 1%، وده بيكون شكله بالظبط. النوع ده لا، انا اشتريته من مصر، ما اشتريتهوش بره مصر. النوع ده اشتريته بسعر 300 جنيه تقريبا او 330، اشتريته من صيدلية عابدين. تجربتي معاه بصراحة حبيته جدا جدا جدا، من الحاجات الحلوة اللي بتفرق فعلا في البشرة، بتخلي البشرة دايما فيها توازن، وحتى افراز الدهون بيقل جدا في الصيف لو جربتوه، بيخلي شكل المسام انعم بشكل ملحوظ. بس عشان اكون صريحة معاكم، بعد ما بتوقفوه شكل المسام بيرجع زي الاول، هو بس في فترة الاستخدام، لانه في الطبيعي جدا لما بيقلل الدهون وبيوازن البشرة فالمسام نفسها بيحصل فيها زي انقباض، فبتحس ان المسام شكلها احسن. بيساعد في التفتيح، بيساعد في التفتيح، يعني لو بقع بسيطة درجة درجتين تمام، وبقع كمان مش عميقة او بقع قديمة، لان البقع القديمة بشوية بتكون عميقة، فبيساعد جدا وبيفرق جدا. واكتر حاجة كمان عجبتني فيه انه بيفرق جدا في الغمقان اللي بيكون حوالين الفم، لو عايزين منتج يفتح فعلا المنطقة دي، لان المنطقة دي بتكون حساسة جدا، ولو جربتي فيها التقشير او جربتي فيها كريمات التفتيح القوية بتلتهب وتسمر اكتر، وفي الاخر بتلاقي ان المشكلة بتزيد. فلو عايزين فعلا منتج يفتح المنطقة دي من غير ما يسبب التهاب، لان النياسينامايد من الحاجات كمان المضادة للالتهاب. وعايزة اقول لكم على حاجة كمان، من الحاجات اللي بتعلي السيرامايد في البشرة، فلو حد كمان حاجز البشرة عنده تعبان وعايز حاجة تكون سيرم يستخدمه يعلي السيرامايد، فالنياسينامايد بيعلي السيرامايد حلو جدا، وكمان حلو للناس اللي ما قدرتش انها تستخدم سيرم فيتامين سي، اتحسست منه وعايزة بديل، فنياسينامايد احسن بديل، وفي مضادات للأكسدة، فمن الحاجات اللي بصراحة حبيتها جدا. واللي جربته بعد كده من عندهم الالفا اربيوتين 2% زائد اتش اي، الفا اربيوتين 2% زائد هيالورونيك اسيد، وده برضو اشتريته برا مصر، وكان سعره برضو نفس القصة 6 أو 7 دولار، يساعد في التفتيح. والالفا اربيوتين من الحاجات اللي بتكون شوية لطيفة على البشرة في التفتيح. تجربتي معاه كانت لطيفة جدا، حلو جدا، لو عايز حد يستخدم السيرم يفتح وكمان في نفس الوقت ما يعملوش مشاكل ولا التهاب ولا اي حاجة. بس عايز اقول على حاجة من تجربتي معاه، انا لما جربته هو حلو جدا وبيساعد في التفتيح، بس عايز اقول لكم لو في حد جرب النياسينامايد وحس ان تفتيحه ضعيف جدا وعايز يجرب الالفا اربيوتين ما انصحهوش، هو التفتيح بتاعه مقارب جدا للنياسينامايد، يمكن ازيد حاجة بسيطة جدا مش اكتر من كده. دي كانت تجربتي معاه، تجربتي معاه لطيفة ومفتح
حلو جدا بس مفتح مش قوي عشان تكونوا عارفين، بس مناسب للناس اللي عايزة سيرم للبشرة الحساسة وعايزة تفتيح متوسط. بس لو جربتي نياسينامايد وتفتيحه ما عجبكيش ما تجربيش الالفا اربيوتين من عندهم. واللي جربته بعد كده من عندهم وبصراحة ده يمكن اكتر منتج ما عجبنيش فعلا من عندهم، وهو الكافيين سوليوشن 5%. بصراحة كنت حاطة يعني طموحات كبيرة عليه انه يساعد في علاج الهالات. اللي ما يعرفش انا عندي هالات في جزء منها وراثي وفي جزء منها نتيجة الارهاق والتعب، زي كل الحاجات اللي بتحصل لنا، اللي تشرب المية، النوم متأخر. في اوقات كتير الهالات الوراثية عندي بتزيد، فبيكون عندي جزء وراثي وجزء ارهاق وتعب. بصراحة تجربتي معاه ما حسيتوش انه كويس خالص، ما عجبنيش خالص، ما حسيتش باي افكت كده من ناحيته يشجعني اني اجربه تاني. في بنات جربته وعجبها، وفي كمان بنات جربته على البشرة نفسها كانت تستخدمه بيساعد مثلا في تفتيح البقع البسيطة، في بنات برضو عجبها. بس بصراحة يعني انا من رأيي ومن تجربتي ما كانتش لطيفة خالص معاه، وما انصحش اي حد يشتريه. وانا جربته فعلا، كانت في واحدة صاحبتي جايبه لي الحاجات دي من بره مصر، وبرضو كان سعره يتراوح بين الـ6 أو الـ7 دولار. حاجة جربتها من عندهم واشتريته هنا من مصر بـ350، واشتريته قبل كده بره مصر كان بـ15 دولار، وهو البيلينج سوليوشن. وفي فيديو ان شاء الله هصوره بعد الفيديو ده على طول، هعمله معاكم وهعمل ريفيو كامل عنه. واكيد انتوا عرفتوا طالما انا اشتريته مرة تانية انه عجبني. اكتر حاجة بصراحة بحسها انه مميز فيها انكم استحالة تلاقوا سيرم فيه التركيبة دي من احماض الفوائد المقشرة بالتركيزات العالية، وده بيكون شكله. فحاول انكم متشتروهوش اغلى من 350، وبرضو تخلوا بالكم عشان منتجات The Ordinary في منها تقليد كتير جدا. يمكن اكتر حاجة يعني تعرفكم شوية الفرق بين الاصل والتقليد الرقم اللي بيكون من تحت هنا، يا رب تكون الصورة واضحة. تمام كده، وده بيكون شكله، وهو عبارة عن AHA 30% زائد BHA 2%. AHA دي احماض فواكه مقشره اللي هي الالفا هيدروكسيد، وفي عندنا 4 احماض فواكه مقشره، الجيكوليك اسيد واللاكتيك اسيد والستريك اسيد والتراكتيك. ففي 4 احماض مقشره، بي اتش اي البيتا هيدروكسيد 2%، وهو حمض ساليسيليك اسيد. فيعتبر بصراحه يعني تركيبه كده غنيه من الاحماض المقشره، مناسب لكل البشرات. استنوا الريفيو اللي هينزل عنه، بس لو انت من الناس اللي هتكلم عليها وهيكون مناسب ليكي، فبصراحه من الحاجات الحلوه جدا اللي بتفرق وبتدي نتيجه كمان سريعه، من الحاجات اللي انا بحبها جدا. ويمكن اكتر بيلينج سوليوشن عجبني من ماركه ذا اورديناري. لو حد حابب ان يجرب فكره مشابهه وبشرته حساسه جدا ممكن يشتري بتاع شركه بيل كلينيك، هسيب لكم صورته هنا. حلو جدا برضو، كويس جدا وخفيف ومناسب للبنات اللي بشرتها حساسة. وبس كده، وده كان رأيي وتجربتي مع منتجات The Ordinary. لو انتوا جربتوا منتجاتهم اكتبوا لي تحت في التعليقات المنتجات اللي انتوا جربتوها وتجربتكم معاه كانت عاملة ازاي، سواء حاجة انا جربتها او حاجة انا مجربتهاش. ياريت تشاركونا كمان تجربتكم، ولو حابين منتج معين اجربه من ماركة The Ordinary اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات. وبس كده، شكرا ليكم ومع السلامة.